السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد يعني شهيوة خفيفة بزاف ديال السردين لي ساردين في الفران، اللي ما كنستعملوش فيهم بزاف ديال الزيت، وكيجيو هائلين وبواحد الحشوة ممتازة. يعني بتشارك معكم الوصفة ديالي انا، يعني عارفها كاع الناس كيعرفوا يطيبوا السردين وكيتفننوا فيه. المهم بغيت نشارك معكم الفكره ديالي انا، ربما تكونوا ما يعني ما كديروهاش، ولا تكونوا كنتو كديروها ونسيتوها. نفكركم، غادي ندوز معكم المقادير ان شاء الله. هنا عندي واحد ثلاثه البطاطات محكوكين، حكيتهم الحكاكه الغليظه شويه. عندي السرجيل ديالي من مغسول ومنقي مزيان واستقطرته مزيان. عندي واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس والقزبر مخلطه. هنا عندي التوابل التحميره، يعني الفلفل الاحمر مع شويه ديال البزار، الا كتشوفوا درت واحد شويه البزار. هنا عندي الملح، هنا عندي الثومه غبره، او اللي ما عندوش ثومه غبره كيحك الدرز ديال الثومه. هنا عندي الكمون، وعندي واحد شويه ديال الهريسه. وهنا عندي لا شابليور، واللي ما عندوش لا شابليور كيدير الخبز المحمص اللي مدقوق يعني اللي مطحون، ولا اللي ما عندوش كيدير الفينو. غادي ندوز معكم الطريقه. وعندي واحد نسيت واحد شويه ديال الزيت، واحد قطيره ديال الزيت، وعندي واحد المعلقه ديال العصير ديال الحامض. انا كنستعمل هذا، يعني قطيره ديال العصير ديال الحامض. غادي نهز القزبر ديالي والمعدنوس، غادي ندير فيه البطاطا، نتمنى يكون كلشي واضح. غادي ندير فيه التحميره ديالي مع البزار، ثوم غبره، الملحه، تشوف ديك الطرت الملحه شويه غادي نقص. وغادي ندير الكمون مع الهريسه، غادي ندير واحد قطيره ديال الماء كما كتشوفوا، هانتوما تقريبا واحد المعلقه ديال الماء هي باش نخلط الخليط. كنخلط هذا الخليط كله، ونزيد شويه ديال الحامض، تقريبا واحد نصف ملعقه كبيره ديال الحامض، ما غاديش نعمرها، هانتوما كتشوفوا. غادي نخلط الخليط ديالي، وغادي نزيد واحد المعلقه تاع الزيت البلديه، معلقه. غادي نخلط مزيان هاد البطاطا كتنسجم مع هاد العناصر كامله. وغادي ندوز باش نعمر. هنا عندي واحد الصفيحه ديال الفرن اللي كتدخل الفرن، يعني درت فيها واحد البابي كويسون. كنهز الحوت السردين ديالي يكون مقيم مزيان، كنهز واحد شويه ديال الحشوه كما كتشوفوا، و كندير البطاطا ديالي في وسط، وكندوزها اب، كندوزها كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. كنهز الحشوه، كنغطي وكندوزها من لا شابليور ولا من الدقيق ديال الفينو، يعني كندوزها مزيان وكنحطها في صفيحه الفرن. غادي نكمل لي ساردين ديالي، وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش توريكم اشنو غندير. ها هما لي ساردين ديالي ملي كملتهم. غادي نهز دابا واحد شويه ديال الزيت، يعني البلديه ولا المائده اللي عندكم. غادي ندير واحد الخويط على كل سرديله هكا كما كتشوفوا،
كندير غير خويط هكا ديال الزيت باش ما يكونوش ناشفين، وكتنديروا السردين صحي يعني ما فيهش الدهنيات، وفيه فيه دائما انا يعني كندخل الخضر. ها هو غادي ندخلو للفرن وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله من بعد ما يكمل يعني الطي ديالو ان شاء الله. بقاو معايا. ها هو السردين ديالي ملي طاب تيجي مكرمل كما كتشوفوا بلا زيت، يعني صحي وفيه البطاطا الداخل يعني صحي من جميع الجوانب، فيه الخضر وفيه وناشف. رافقتو ب الخضر زيم الفلفلة والمطيشة. نتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تعجبكم، وان شاء الله الوصفة اخرى. السلام عليكم.